أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا اليوم الخميس 3/3/2016. بالأمس ازدادت كمية السحب تدريجيا على المناطق الشرقية ظهرا، ثم تطورت ليلا صاحبها سقوط الأمطار، واشتدت غزارتها في ساعات متأخرة من الليل وصباح هذا اليوم الباكر لتسجل 33 ملم على دبال فجيرة. بينما تشير صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم إلى أنه لا تزال هناك بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية، وتواجد غطاء سحابي على شمال ووسط المملكة العربية السعودية تتحرك باتجاه الشرق. وننتقل معكم مشاهدينا إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ امتداد مرتفع جوي على جنوب الخليج العربي، مع وجود امتداد منخفض جوي على شمال وشرق الدولة. تصاحب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية شرقا وشمالية شرقية على بقية المناطق، ويكون الطقس بإذن الله غائم إلى غائم جزئي على المناطق الشرقية من الدولة، يتخللها سحب ركامية ممطرة، وتقل كمية السحب تدريجيا في ساعات المساء، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر، مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق خاصة غربا. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، في الساحلية في أواسط العشرينيات، وفي الداخلية في أوائل الثلاثينيات، بينما في الجبلية ما دون العشرين بقليل. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون خفيف إلى متوسط الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدم إلى قدمين قرب الساحل، ومن 2 إلى 4 أقدام بالعمق. أما بالنسبة لبحر عمان متوسط الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدم إلى قدمين يصل إلى 3 أقدام قرب الساحل، ومن 2 إلى 4 يصل إلى 5 أقدام بالعمق. طقس الغد غائم جزئي خاصة شرقا، وقد يتخللها بعض السحب الركامية ظهرا، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة. شكرا على حسن المتابعة، وفي أمان الله.